خليل خليل وشفيق ولي يا لطيف شو عذبوني عذبوني مرقوني وشرشحوني وحكروني شبك شبك شو صاير خليل وشفيق ما عرفتهم لا والله ما عرفتهم ومين شفيق شفيق ما خلى شغلي ما اشتغلا شفيق ما خلى عملي ما عملا يومنا الشعر يوم حداد وما كانت تزبط معه شغلي واخرتها صفى بالشارع هي هي طيب طيب ومين خليل خليل كان ابن العز صرف مصاري مثل الرز حتى ما ضل ولا ليره بجيبه اخر تصفى كمان بالشارع ساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب وساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب لما اجتمعوا خربوا الدنيا قادرين عم كل لكية ما أبردوا أتكلم إياه شاكيرو دول ولاد النية متميلين بست النيلي ديروا بالكون شبيه وخليل بالطرقات أنت انتبه دير بالك وانتو يلي شاهدتوهم انتو يلي شاهدتوهم على التيفي تابعتوهم على التيفي لا تفكروا منهن نفدين قولي انا ما قلت لك دير بالك اعزائي المشاهدين اسعدتم أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم افهمنا بقى الشغلة بدها ذوق والله أنت اللي فهمنا بقى والشغلة فعلا بدها ذوق لا تغلط لا تغلط لا تغلط والزام حدودك أنا بدي شو هاد شو عم يصير لا 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 لو سمحتي أنت لا تغلطي والزامي حدودك لأنه أنا بدي أقدم البرنامج وأنا جاي من قبل المخرج لو سمحتي خوفو منين جابت بلا صغرة جابني من محطة السي بي سي يمكن أنت يظهر مدام ما بتعرفتيني أنسة أحسنين أحسنين يا أنسة أنا أحسن مذيع بمحطة السي بي سي أنا بحكي خمس لغات أجنبي غير العربي وأنا ما بحكي غير العربي حتى عربيتي مكسرة بس أنا اللي بدي أقدم البرنامج شك هو المشكلة بعد شوي بعد شوي المشكلة بعد ما رح بينفش بحاله كتير هلا بتشوفي مين بده يقدم البرنامج أنا رح أقدمه واثق من حالك شو بيعملوا بالأخير واثق من حالك كتير طبعا واثق من حالي كتير انا جاي من قبل المخرج قلت لك مو من قبل اي حدا المخرج جايبني محطة السي بي سي وانا جاي من طرف المنتج لك يا جماعة شو عم يصير لك شو عم يصير يا جماعة خلي حسوني قدم انا كلمتي ما بتصير تنتين انا المخرج اسمعت لك شو عم يصير يا جماعة خلي حسوني تقدم انا كلمتي ما بتزع العرض انا المنتج خلي حسون هو يلي يقدم انا المخرج وانا يلي بقرر خلي ميسون تقدم وانا المنتج وانا يلي عم بدفع مصاري حدا عنده شي اعتراض انا قلت انا المخرج قلت المنتج ما بتصير تنتج خلي ميسون تقدم ميسون تقدم ايه الله يوفقك يا ميسون خليك انت قدمي بس يعني معيتك بركي منقدم سوا هو وكيلك بتعرفي الحياة ومعلش لا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق هيك حتى الطقم هذا اجى خلينا نقدم برنامج سوا معلش معلش انا بليش الله يوفقك بخلينا ياكي خليه يدخل حاضر حضرة العمدة عامل ايه يا عوضي عامل ملوخية بالارانب يا عمدي انا قصدي عامل ايه في شغلك يا بجم كله تمام يا عمدي كله تمام يا عمدي والأمل مستتب شوف يا عوضين عندنا مهمة سرية وخطيرة سرية وخطيرة؟ ايوه وانا اجي حاضر يا حضرة العمدي وانا اخترتك انت بالذات انا متشكر يا عمدي مش عشان نبهتك ولا كفاءتك ماني عارف ان انت جاموس ايوه انت جاموس انا اخترتك عشان انت ولد عم ابوي ربنا يخليك يا عمدي ربنا يخليك يا عمدي ويقفك كل الحلال في سكتك يا عمدي واسمع بقى حاضر يا عمدي عندنا اتنين طايحين في خلق الله
ولازم نقبض عليه. اتنين طايحين في خلق الله كلتهم إيه. ولازم تقبضوا عليهم إيه. ما تقبضوا يا فندم، مستنيني. انا قلت لك ان انت جاموسي. جاموسي؟ انا جاموسي. انا جاموسي قلت لك يعني. اي قلت لي اني انا جاموسي. ايوه انا عارف ان انت جاموس. إيه. حاضر عمدي. دي مهمتك انت يا باقم. مهمتي اني اقبض عليهم؟ ايوه انا حاضر يا عمدي. ده الاولاني إيه. وده الثاني. حلوين حلوين قوي يا عمدي. حلوين حلوين, حلوين قوي يا عمدي. حلوين ايه؟ وانت مال امك، حلوين ولا مش حلوين؟ حاضر يا عمدي، حاضر يا عمدي. انت تخلص خالص. حاضر يا عمدي، اهو قفلتي بقي خالص. الاول اسمه شفيق والثاني اسمه خليل. اسمه ايه؟ نحيف وحفيظ. شفيق وخليل. شحيف وخليف يا عمدي. شفيق وخليل. حفيظ وشريف. شفيق وخليل. حاضر حاضر يا عمدي. شفيق وخليل. شفيق خليل. بني ولد عمدي. ابوك يا عمدي. شفيق وخليل. ودول مطلوبين للانتربول. يا لهوي يا لهوي. ايوه دول مطلوبين للانترفون. اسمه الانتربول مش الانترفون. انتربول يا عمدي. إيه؟ هو يعني ايه انتربول يا عمدي؟ انت مش عارف الانتربول يعني ايه؟ لا والله يا عمدي مش عارف الانتربول يعني ايه. ده فريق كوري. فريق كوري. إيه؟ بس انجليزي. ماني معذور، ما عنديش ديش. ايوه ابقى فكرني اركب لك ديش. لازم تقبض عليهم وتجيبهم لحد هنا حيين او متجوزين. حاضر يا حضرة العمدة. بلك لو ما قبضتش عليهم خلال الثلاثين يوم حسلمك لعشماوي. يا لهوي عشماوي حضرة العمدة. ماني ولدي عمي ابوك. حاضر حاضر يا حضرة العمدة. حاضر يا حضرة العمدة. دلوقتي روح خد ستة من الجواميس اللي زيك. حاضر. حاضر. عشان يكونوا حداك في المهمة. حاضر يا حضرة العمدة. واسمع انا ما خلصتش كلام. حاضر يا حضرة العمدي. عاوزك ترفع راس بلدنا فوق. حاضر يا حضرة العمدي. ترفعوا فين؟ فوق يا حضرة العمدي. ايوه وتكون ما تروحوش كده، ابقوا تنكروا. حاضر يا حضرة العمدي. دلوقتي امشي. تعال رايح فين؟ مش هتاخد التصاوير. حاضر يا حضرة العمدي. جاموسي. حاضر يا حضرة العمدي. يا عمدي انا سامع صوت زي العسل بنجت في جراسي. يا ده مستنيك من بدري. مش ناوي تتغدى ولا ايه؟ يا امه انا ناوي اتغدى واتغدى. طب ما يلا. طب يلا. حلوم بحلول بحلول بلاح قولوا الله. لا. شحلوم بحلوم بحلول بلاح قولوا الله. لا. لا. شوفوا يا رجالي، أني نازل البندر في مهمة سرية. حضرة العمدة ربنا يطول في عمره نجاني آني. أني شيخ الغفر عوضين في المهمة دي. لازم نقبض على اتنين، اتنين خباصين يا جدعان طيحين في خلق الله كلتهم. اسمهم شفيق وخليل، والمهمة دي سرية محدش يعرف عنها حاجة واصل. حتى أني معرفهاش، حتى حضرة العمدة ذات نفسه ما يعرفش عنها حاجة. وعايز رجالة تاكل الزلط، ما تخافش واصل. رجالة تاكل إيه؟ زلط. زلط. رجالة تاكل إيه؟ زلط. زلط. أيوة. أنت اسمك إيه هلا؟ زناتي. زناتي. قرب هنا رجاله ما تخافش واصل. انت اسمك ايه هلا؟ هريدي. هريدي. قرب يا هريدي. اهدى. كان الودي ودي يا اخوي اخدك معايا في المهمه السريه دي، انما حيقولوا علينا ايه في البندر؟ حيقولوا علينا ايه؟ صعيدي تطبيق كوري. بلا وانت شبه حارس مرمى كوريا. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ داني. هم لاني؟ انت اسمك ايه؟ داني. اسمك داني؟ ايوه. هم ابوك اسمه ايه؟ رامي. رامي ومن عندنا من الصعيد؟ ايوه. أمك اسمها إيه بقي؟ سوسو. أمك اسمها سوسو؟ أيوه. من عندنا من الصعيد؟ أيوه. قرب هنا، قرب هنا. أنت اسمك إيه هلا؟ أنا متولي. متولي؟ قرب هنا. هنا؟
جرب هنا. حاضر. جرب هنا يا متولي. حاضر. اجدع ناس هي دي الرجالة ولا بلاش؟ جاي لك يا شفيق ويا خليل. انت اسمك ايه يلا؟ نخله. ايه؟ نخله. اسمك نخله يا كذاب انت؟ واهديه يا نخله. سكسوكي. سكسوكي. ايه جرب جاي يا نخله. هي جرب هني. هو راح فين؟ اجدع ناس. انت اسمك ايه يلا؟ علي الدرش. انت الدرش؟ ايوه. قرب هنا يا درش. الخمسه اللي نقيتهم هم دول فرقتي وهم اللي حيقبضوا على خليل وشفيق. هاتي الهندي باقي يا وليه. اني ماشي يا وليه. مش هتقول لي انت رايح فين يا عوضين؟ اني نازل البندر يا رنه في مهمه سريه. خش علي. خش. مهمه سريه علياني؟ اسمع اصل الحكايه بقي العمده ربنا يطول لنا في عمره. ايوه. كلفني اني عوضين انزل البندر عشان اقبض على شفيق وخليل يا رنه. ويطلعوا مين دول شفيق وخليل بسلامتهم؟ شفيق وخليل؟ أني قلت شفيق بخليل؟ أني ما قلتش حاجة واصل؟ أني ما قلتش حاجة واصل يا رني؟ هتغيب كتير يا عوضين. إيه يا رني، المهمة هغيب فيها حوالي 5 ساعات لحد 5 سنين. يا لهوي 5 سنين؟ خش 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 جوه يا حرمة. بيتك يا عوضين. خش جوه يا حرمة. هتسيبنا أنا والعيال 5 سنين؟ يخرب بيتك يا ابن بيت على المجنونة، يا ابن عتريس لهبل. اسمعي اسمعي يا رنا، اسمعي يا رنا، هو اني معقول اسيبك 5 سنين؟ هو اني اقدر يا رنا؟ ربنا يخليك يا عوضي يا اصيل يا ابن الاصل. رنا قربي. انت طلقه. يا لهوي يا خرب بيتك يا رنا. عوضي طلقني يا ماي. عوضي طلقني يا عيال. يا خرب بيتك يا رنا. الو شك عفاري بتركاوي. شك عفاري بتركاوي. والمصطفى والقبلاوي. والمصطفى والجبلاوي. حيوا لنحيي. حيوا لنحيي. حيوا الشباب. حيوا ابو شاكر. حيوا ابو شاكر. حيوا ابو شاكر. خلوه. السلام عليكم. في مشان انتوا اتصلتوا فينا مشان بدكم اعراضا مشان الافتتاح اليوم الصبح. مين اتصل فيه؟ واحد اسمه قال انا من قبل ابو شاكر. ابو شاكر يا غالي. ابو شاكر يا غالي. ابو شاكر يا غالي. كي يا عالم. شوف يا عالم. هلا المساء هذا حديث المساء بتعرف من 13 يوم ولا 14 يوم يا عمي. الله يستر عرضك. 21 يوم. الله يستر عرضك. الله يسامحك. شو اليوم حكومة هلا جماعة؟ ما عندي عين فيها. روح اتجوز. روح روح. روح اتجوز. روح روح.
حاجة عيونك على القصة. كوكتيلك ظريف أبو شاكر. كوكتيلك ظريف أبو شاكر. صحتك يا أبو شاكر. حيونا الحي. حيو الشباب. حيو الشباب. حيو الشباب. على راسي. اسمعوا يا شباب. لك شباب. ليش؟ ما في مين ها؟ مين ولا؟ منين اجا؟ على راسي. منين نزلت انت؟ بعطين عرضة للجهو. شو العرضة؟ اسمعني يا اخي. تعالوا هون. هذا المحل صار له 50 سنة فاتح، لسه بتقول لي عرضات ومرضات. إعادة افتتاح. إعادة افتتاح. لك حكى واحد قال لي مش طالع برا. طالع برا. طالع برا. شو يعني؟ لي كتر جايين بعد هيك. حيوا الشباب. حيوا الشباب. حي ما حي شو حي ما حي. إذا بدهم هي يضلوا ماشيين وكذا نطلع على يسطر على الدار. صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا عصبي. هذا عصبي. لا تخليه يطلع. معلش حضرتك ابنه لأبو شاكر. ها شايفين هذا ابنه لأبو شاكر. شوفي شو الاسم بالله. شو بدك؟ الاسم بس. شو القصة؟ مين بعتها؟ لا خلص. مين بعتها؟ بس اللي اسمه. لك مين بعتها؟ لك خلي اسمك بحل لك موضوعنا. اسمي أبو أحمد. اسمي أبو أحمد. حيوا أبو أحمد. حيوا أبو أحمد. حيوا أبو أحمد. حيوا الشباب. شباب لا اذا هيك معناتها هيك اصلا عاملينها يعني هلا عمي هلا عمي هلا عمي واحد نحن جيران لك على راسي على راسي اذا كان انتم اصحابي العراضه على حقها بيجي الواحد بعد المغرب المغرب هو واحد لا يجوز غلطه واحد ضعيف واحد عيموت جينا نحن هلا وما مضبوط يعني انت مين العالم طلع بيز صلي على النبي شباب صلي على النبي على راسي على عبد الله شهود الله عليه ليش ضايق انت؟ ليش ضايق؟ لك طول بالك واحدة عم بتموت وانت عمرها بس عم تطلع الشغلات ماشي 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 يا شباب خلص 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 على راسي ابو شو ابو شو خلص خلص ابو شو خلص شو خلص شو بدك انت ابو شو بس ما تحاسبونا ولا لا؟ لا ابو شو احنا ما بنحاسب لا قرش لان ما حدا قال لك على شيء ما حد صلوا شيء 20-25 هلا جايين هلا جايين هلا عم تجي فزعان يعني ما راح تفعلنا؟ لا حي بعض المصاري انتو كم واحد؟ شوف كم واحد قدام منك عملة ما في لا يا طيب ما في عملة يعني هي اخرتها خلاص لك الله يسامحك لا موت حليب ولا فواكه لك شو ليش هيك عم تحكي؟ كاميرا خفية كاميرا خفية كاميرا خفية كاميرا خفية كاميرا خفية ليك 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 بعد له بعد له بعد له أنا ما ورشيتك الصورة ما شوفي حلوة كتير الصورة والله ما حلوة عن جد حلوة كتير بس مين هاد بالصورة؟ هذا المطرب دمس رصز وليش عبطوا هالعبطة كأنك تعرفه من زمان؟ شوفي يعني وزا عبطوا؟ مو أحسن ما أعمل حالي مرة مثل بعض ناس؟ وشو دخل هاي بهاي؟ يا ستي هذا شفيق وخليل راحوا ليتصوروا مع المطرب حسين الجسمي وشو ساووا؟ هلأ بدك تعرفي شو ساووا؟ خلينا نعرف كلنا سوا شو يلي صار كيفك استاذ شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ على راسي، نحن كثير معجبين فيك الله يخليكم يا رب وشفنا الكليب الاخراني تبعك معجبين فيه يعني مرتي بتموت عليه ايوه هاي البنت الفصحونه الصغيره يا رب هاي البنت؟ لا بس ممثله صغيره حلوه شفتها؟ ايه هو صار نفس القصه مع اختها لبنت احمى اختي نفس الموضوع اي والله جوز الواحد يلا ها ما
لوحدي انا. وام وام يا والله على راسي. الله يحييك. خذ جاسيان خذ جاسيان. لا خلص يلا صورت صوره. صورت؟ ايه يلا هلا انت اقعد من تحت. انا؟ لا لا هو ايه قرب. حسين اضحك صراحه. مشكور يا مادر. والله يا استاذ يعني الحقيقه عن جد اغانيك وجنني والله. اجعر اجعر جسمي من اغانيك حلوه والله العظيم على راسي يا استاذ. هو اول بنت بتجيني اول قصدي شب بتجيني رح سميه حسين ان شاء الله. ايه ايه اما حسين وابو حسين هي والله عرفتني بالبير عرفتني ما حسين الجسمي حسين الجسمي والله هلكتني. يعني هي مو بنتك اللي بالمستشفى؟ لا اللي معك بالكليب مو بنتك؟ لا لا مو بنته مو بنته مبينه بنتك يعني؟ لا لا ممثلة. ممثلة؟ ايوه. تعطيني لسه صورة معه؟ ما اوكي يلا. طوالية طوالية؟ بالطول كده. يلا. لأنه هو صاير ما شاء الله صحته منيحة. الله يسلمك. عفوا عفوا أستاذ بس حاولت تساوي رجيم. ايه أكيد. سويت رجيم؟ ايه الحمد لله. إن شاء الله هيك عم تستفيد. والله الحمد لله أكيد. هلا شو الأكلات اللي عم تاكلها؟ بس حتى تاكل بيت الصبح اليوم بالسلامة. ايوه شو بتاكل؟ شو بتاكل؟ ما باكل شيء ابدا صبح ابدا على الترويه ما بس خبز محمص؟ محمر محمر خبز. يلا اعطينا وحده اعطينا يلا. ايه معلش عادية هي صحيح مرتي بس عادية عادية. ها؟ ايه بس وينك؟ ما حد ايدك كثير انا شايفك انا. ايه؟ حلو 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 كثير. ايه معلش معلش عادية ولا عادية عادية اخي انا سيفونير يعني زلمة عادية زوجتك عادي. لا لا سيفونير انا سيفونير عادي يعني صورتها. يلا يلا ها بس عشان الناس يعني بسرعة صور يلا واحد هي هي ايه واحدة واحدة معلش معلش بس اول دقيقة وارجع. لا بس صور هي ثانية بس ثانية بس ناخذ صورة حلو حلو. هلا اخذتي معه اربع صور انت. ايه منيح. فيك تشيل الطاقية هسه؟ لا والله ما في. ما في ما عندي شعر. لا محمد شعره خايف في يعني هو مو مو عامل ميزان بلاي. زين انا اروح وارجع اكل بعد. انت بترجع؟ بعد دقيقتين ان شاء الله. بعد دقيقتين بالضبط؟ بالضبط. ممكن صورنا صورة لنا احنا اثنين؟ صورته؟ ايه انت صورنا صورة انا وياه. خلينا نخليه شوي. راسي استاذ نوفقك يا رب. طيب مو عاد اصحاب بدك تصور مع غيري لتكون يا دكتور. تزعل مرتي تزعل مرتي استاذ تصور مع غيري. ما بصور مع اي حد. انا بغار عليك على فكره من الصبايا والله. لك ذابحتي من البيت ما بصور مع حد ابدا. ليه كل رجال ما صور مع صبايا ما تصور يعني هي صوره لحالك بس اوكي يلا لحاله لحاله. اي هيك هيك العصفوره. عصفوره؟ ايه ليك العصفوره هون. هون هون تبع ايدي. حمامه. هي حمامه ايوه هي مبينه عصفوره بس هي حمامه. شكرا كثير شكرا كثير استاذ. الله يسلمك. هو بس حبينا اقول لك شغله. في كليب جديد هلا عندها؟ ان شاء الله قريب. جاي على التلفزيون جديد؟ ان شاء الله. بده يطلع؟ أنا ما قلت لك دير بالك. خليل خليل وشفيق ولي يا لطيف شو عذبوني عذبوني مرقطوني وشرشحوني وحكروني. شبك شبك شو صاير؟
خليل وشفيق ما عرفتهم؟ لا والله ما عرفتهم. ومين شفيق؟ شفيق ما خلى شغلي ما اشتغلا، شفيق ما خلى عملي ما عملا، يوم نجار يوم حداد وما كانت تزبط معه شغلي واخرتها صفى بالشارع. هي هي طيب. ومين خليل؟ خليل كان ابن العز، صرف مصاري مثل الرز، حتى ما ضل ولا ليرة بجيبه، آخر تصفى كمان بالشارع. ساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب، وساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب، لما اجتمعوا خربوا الدنيا. أهلو عم كلك إياه ما أبردو أتكلم إياه شفيقو دول ولاد الدنيا متبينة بست النيلة. ديروا بالكون شفيق وخليل بالطرقات، أنت أنت انتبه دير بالك، وأنتوا يلي شاهدتوهم أنتوا يلي شاهدتوهم على التيفي تابعتوهم على التيفي تابعتوهم لا تفكروا منهن نفدين. قولي انا ما قلت لك دير بالك،